تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلة في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. رحب بفريق العمل معي اليوم مستمعينا الأعزاء في التنسيق والمتابعة الأستاذ محمد عمر، والإعداد يوسف سعد، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل، وأنا من أمام الميكروفون عبد الله جمعة. وأيضا رحب بتواصلكم معنا مستمعين الأعزاء، وأيضا رحب باتصالاتكم وملاحظاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومثل ما عودناكم مستمعين الأعزاء، أول فقرة من فقرات برنامجنا فقرة السوشيال ميديا مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي. أختي أسماء، صبحت الله بالخير والنور والعافية. والله بالنور سرور أخي عبد الله، علينا وعليك عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. يا صباح النور والصحة والسعادة أسماء. نحن بس نحب نأكد على بعض الخدمات اللي ممكن يستفيدون منها المتعاملين وهم موجودين في منازلهم، من مثل خدمة طبيب لكل مواطن. نحن أمس كانت وصلنا بعض الاستشارات الطبية، لكن نحن دائما ننصح أن الواحد ما يأخذ استشاراته الطبية من وسائل التواصل الاجتماعي، لأن كل شخص حالته الصحية تختلف عن حالة اللي غيره حسب وايد أشياء يسألها ويعرفها الطبيب. فحتى يعني لما يسألون حسابات الطبية أو يسألون أشياء طبية لأشخاص مش أطباء، نحن ننصحهم أن دائما يتوجهون للطبيب المعني أو بالتخصص، لأنه هو بيسألكم الأسئلة اللي أو الفحوصات اللازمة عشان يعرف كيف يقيم الحالة. مثل ما قلنا كل إنسان جسمه غير عن الثاني. صحيح. ومن ضمن هالخدمات اللي ممكن واحد يستفيد منها خدمة طبيب لكل مواطن. إذا واحد حس إنه هو تعبان أو يعني يبغي استشارة طبية، ممكن يتواصل مع خدمة طبيب لكل مواطن، وإذا كان محتاج أي نوع من الدواء خدمة دوائية راح توصله لكل المواطنين، واللي عندهم بطاقة تأمين راح توصلهم دواهم لين باب بيتهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن كنا يعني حطيناها أمس، وهو مركز الحيفا للياقة الطبية يبدأ باستقبال مراجعين الإقامات الجديدة من السبت إلى الخميس. وهذا المركز يعني حاليا هم مركزين، مركز بحيرات جميرة ومركز الحيفا للياقة الطبية، فاتحين أبوابهم للإقامات الجديدة فقط. هذا من ضمن الأشياء الجديدة. أيضا نأكد على أهمية التبرع بالدم، وأن نحن المركز موجود يداومون من يوم الأحد إلى يوم الجمعة فترة صباحية وأيضا ما بعد الإفطار. فممكن أي شخص حاب أن يتبرع بدمه ويساهم في إنقاذ حياة الآخرين أن يروح مركز بيت يتبرع بالدم ويتبرع. نعم. فتقريبا هاي من ضمن الأشياء اللي كنا نحن مركزين عليها، ولكن أيضا نحن كنا حاطين مجموعة من النصائح المهمة، لأن الناس شوي نسيت موضوع السكر والملح وأثره السلبي على الشخص إذا كثر منه أو مثل ما يسوون إذا أبيوز يوزت. صحيح. فنحن حاطين مجموعة من النصائح المهمة اللي كانت من منظمة الصحة العالمية لكيفية تقليل استهلاك الملح والسكر، موجود هاي كله في حسابنا خلال 24 ساعة طافت. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة، شكرا أستاذة أسماء الجناحي. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا التوعوية بتكون اليوم مع الأستاذة ريهام أحمد، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم رمضان والسكري. بنعرف أكثر مستمعينا الأعزاء عن هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا إن شاء الله وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم سهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجنا أو برنامجكم عفوا الإذاعي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. مستمعين الأعزاء رحب بتواصلكم وبمشاركاتكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء ناخذ الخبر من منظمة الصحة العالمية تحذر المصلين من تبادل سجادات الصلاة. أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمنع عدوى فيروس كورونا من الانتشار، وأن تدابير النظافة الشخصية هامة ويجب اتباعها في جميع الأماكن. وأشارت أيضا إلى ضرورة أن يكون لكل فرد سجادة صلاة خاصة لمنع نقل عدوى كورونا به، محذرة من تداول سجادة الصلاة لكونها قد تكون مصدرا للعدوى. وقال استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أمجد الخوالي إن هناك العديد من الأبحاث التي يتم إجراؤها على لقاحات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا إن بعض تلك اللقاحات وصل إلى المرحلة الثالثة، بينما البعض الآخر ما زال في المرحلة الثانية حتى الآن. وأضاف إن أي وباء يظهر في العالم يحتاج إلى عدة أعوام من أجل اكتشاف لقاح لمواجهته، وأن الإسراع في وتيرة العمل الخاصة بالتواصل للقاح لمواجهة كورونا سيجعل اكتشاف لقاح لمواجهته يحتاج إلى عام. مستمعين الأعزاء ناخذ فقرتنا وفقرة التوعية، وتحت عنوان رمضان والسكري مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة ريهام أحمد. أستاذة ريهام صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور، الله يحييك أستاذة ريهام. حديثنا معك عن رمضان والسكري، حابين نعرف أكثر تحت هذا العنوان. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل عام والجميع بألف خير. طبعا شهر رمضان المبارك هو فرصة ذهبية، يجب على علينا جميعا أن نغتنم هذه المحافظة على صحة الجسم، ونغير من بعض العادات الغذائية السيئة ونستبدلها بنمط غذاء صحي وأسلوب حياة سليم. يعني مطلوب من الجميع أنه يتبع نظام غذائي صحي في شهر رمضان، والأخص مرضى السكر. فعلى مريض السكر أنه يراجع طبيبه المعالج أولا قبل بدء شهر رمضان أو حتى في شهر رمضان، حتى يسمح له الطبيب من ناحية حالته الصحية إذا بيستطيع أنه يصوم أو لا. في حال سمح الطبيب للمريض السكري بأنه يصوم، يجب عليه اتباع نظام غذاء معين في شهر رمضان، بحيث أنه يتناول من 3-4 وجبات غذائية ما بين الفطور والسحور تغطي احتياجاته الغذائية. هنتكلم عنها شو المفروض يأخذ على وجبة الإفطار، شو المفروض يأخذ أيضا على وجبة السحور. وجبة الإفطار، بعد ما المريض يتأكد من الطبيب، الطبيب يحط له الخطة العلاجية، يغير له موعد وجرعات الأدوية، أيضا مراجعة أخصائي التغذية حتى نضع نظام غذائي صحي، نعدل ببعض الوجبات الغذائية بما يتناسب مع الاحتياجات الغذائية لمريض السكري. زي ما تكلمت في من 3-4 وجبات بتكون وجبة الإفطار، وجبة السحور، وفي وجبة أو تنتين بتكون زي وجبات خفيفة ما بين الإفطار والسحور. وجبة الإفطار لازم نعجل فيها فور الأذان وما نأخرها، خاصة لمريض السكري. وممكن نبتدي الإفطار بحبات من التمر مع كوب من الماء، لأن التمر بيحتوي على سكريات بسيطة وسهلة الامتصاص في جدار الأمعاء، فبتمد الجسم بعد فترات الصيام الطويلة بكمية من السكريات. نتناول مثلا شوربة خفيفة تكون قليلة الدسم كشوربة الخضار. نقلل قدر الإمكان من تناول المقبلات المقلية زي السمبوسة مثلا، مقبلات الدسمة، ممكن بدل قليها نقوم بشويها بحيث نقلل كميات الزيت اللي بتكون فيها. صحيح. نحاول نبتعد قدر الإمكان عن تناول المشروبات والعصائر العالية بالسكر، خاصة المشروبات الرمضانية بعضها بتكون مركزة بالسكريات، فبننصح أنه نبتعد عنها لأنه نسبة السكر اللي فيها بتكون جدا عالية. نركز في طبقنا على الكربوهيدرات المعقدة اللي هي بتكون كاملة وبتكون محتوية على الألياف، لأنها بتمد الجسم بالطاقة وبتساعد على تنظيم السكر.
ايضا ما نهمل وجبه البروتين اللي هي مثلا في الاسماك او في الدجاج او اللحوم، بس نراعي انها تكون مطبوخه بطريقه صحيه، ما ممكن كالشوي بدل القلي، ونختار الالبان لانها جدا مفيده بس بتحتوي على كميات من البروتين، بس نحاول مثلا انها تكون قليله الدسم حتى نقلل كميه الدهون اللي بتكون موجوده فيها. من الوجبات كمان اللي نوعا ما بتكون منسيه في شهر رمضان هي وجبات الخضار، فنركز عليها اكثر، ناخذ كميه من الخضار من السلطات على وجبة الفطور لأنها غنية بالفيتامينات وبالمعادن، وأيضا غنية بالألياف اللي هي بتكون مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وبتساعد على تنظيم مستوى السكر. هذه يعني بعض التبس أو النصائح البسيطة لوجبة الإفطار. حنتكلم أيضا عن وجبة السحور، هاي ما لازم نهملها، والسحور بركة، فهي الوجبة بسميها وجبة الطاقة، بتمد الجسم بالطاقة وبالعناصر الغذائية الضرورية، بتمكن الإنسان من يكون عنده مخزون من الطاقة لساعات الصيام لثاني يوم، وبتقلل من فرص أنه ينزل مستوى السكري عند مريض السكري. لازم نحرص على تأخير هاي الوجبة ما قبل الأذان حتى نمد جسمنا بالطاقة زي ما حكيت اللي بيحتاجها لثاني يوم. نحرص على تناول البروتين في وجبة السحور زي البيض، الأجبان قليلة الدسم، الأجبان غير المملحة، ممكن بعض البقوليات اللي فيها الألياف زي الفول. نحرص على تناول النشويات المعقدة اللي بتحتوي على الألياف زي الخبز الأسمر، الخبز الكامل، النخالة، بدل من السكريات البسيطة. نبتعد عن تناول الأطعمة المملحة اللي ممكن تحسسنا بالعطش لثاني يوم، زي المكسرات المملحة أو اللي بيكون عليها توابل مالحة بتزيد من فرص العطش. ونحرص على تناول أيضا طبق من الخضار والسلطة لأنها منعشة وفيها نسب عالية من الماء والمعادن والفيتامينات. في كمان بعض الأمور اللي بنحب نركز عليها اللي هي مثلا شرب كمية من الماء ما لا تقل عن 8 أكواب، يعني مش أقل من لترين. هذا الموضوع ضروري جدا ايضا استاذ ريهام، موضوع الماء، وانت تفضلتي بان يعني نحن نحاول ان نتجنب موضوع شرب العصائر سواء كانت عصائر طبيعيه او حتى العصائر اللي فيها نسبه السكر مرتفعه، وبالاخص الالوان او الاصباغ يعني اللي تاثر على الكلى بشكل كبير جدا. مضبوط، بس هي العصائر الطبيعية اللي أنا عاملها في البيت بدون ما أضيف لها سكر. صحيح. عارف مثلا كمية الفاكهة اللي أنا مستخدمها من ضمن الكميات المسموحة، بالعكس بتكون فيها نسبة ألياف، خاصة إذا عملنا العصير بدون ما نصفيه فبياخذ الإنسان حتى الألياف الموجودة في الفاكهة فبتكون مفيدة. صحيح. بس يعني ال الضرر بيكون في العصائر اللي بتكون أو هي المشروبات الرمضانية، بتكون في منها مركزة بالسكر بنسب كبيرة جدا. نعم. وبكون مضيوف لها سكر كمان بنسب كبيرة، فهاي أكيد ما بننصح فيها وبننصح بالابتعاد عنها. فممكن كاسة. نعم. المي ناخذ سوائل من الشوربات إذا في عصير طبيعي ضمن كميات محسوبة ومعينة، أما العصائر الثانية اللي بتكون عالية بالسعرات الحرارية عالية بالسكر هذه أكيد ما بننصح فيها. نعم. الماء ضروري جدا زي ما حكينا، مش أقل من لترين أو 8 أكواب حتى يمنع تعرض الجسم للجفاف خاصة في الأجواء الحارة وعند ساعات الصيام الطويلة. كمان المشروبات هل تكون محتوية على الكافيين زي الشاي الكوفي، إنها ما نشربها بكميات عالية جدا لأنها ممكن تعمل على إدرار البول وبالتالي تعرض الإنسان للجفاف، فدائما يكون يعني معتدلين في الكميات اللي بنتناولها. نعم. حلويات رمضان هاي اللي في يعني في طقوس معينة أو حلويات معينة بتكون بس في رمضان، لازم نتناولها بحرص ونتناولها بكميات قليلة. الحلويات اللي معدة بتكون بكميات عالية جدا من السكر ومن الدهون، ممكن نبتعد عنها ونستبدلها مثلا بحصتين أو 3 من الفاكهة. ممكن بعض الحلويات اللي بتصنع في البيت إذا بنحط مثلا كمية بتكون مثلا كمية السكر قليلة، أو نستخدم السكر الصناعي اللي ما بيكون في المحليات الصناعية عفوا، بتعطي نفس طعم الحلاوة بس بدون ما نكون أخذنا كميات عالية من السكر. والأفضل إذا نستبدلها بحصتين أو 3 من الفاكهة، بتكون كميات السكر اللي فيها محسوبة ومعتدلة. ما نحذف الوجبات الغذائية، يعني أنا ما شهر رمضان خاصة مريض السكر ما بننصحه أنه يحذف مثلا وجبة السحور، لأن في ناس مثلا ما بتتسحر تعتمد على وجبة الإفطار، لا، وجبات المفروض وجبة الإفطار وجبة السحور وجبة أو 2 تكون خفيفة بين الإفطار والسحور،
حتى ما يكون الإنسان عرضة كما المريض السكر لهبوط السكر خلال فترات الصيام الطويلة. نعم. نعم طبعا. الأستاذة ريهام أحمد من هيئة الصحة بدبي أخصائية التغذية، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، عفوا، التباعد الاجتماعي وأهميته في الوقاية من كورونا موضوعنا القادم مع الدكتورة عايشة البسطي استشاري طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي. خلكم ويانا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر أثير إذاعة نور دبي. ذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 600-551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وموضوعنا مستمعين الأعزاء عن التباعد الاجتماعي وأهميته في الوقاية من الكورونا فيروس. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء بأن حديث الساعة في العالم كله هالأيام عن الكورونا فيروس والمعروف باسم الكوفيد 19، ودائما طبعا الوقاية خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما اتجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها طبعا الوقاية، وهي أيضا تعمل هيئة الصحة بدبي بشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها المشكلة العالمية الحالية المتصلة بالكورونا فيروس، حيث تتخذ الهيئة ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة للفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وصحتهم، ومنها أيضا طبعا التباعد الاجتماعي. وتدور حلقتنا اليوم مستمعين الأعزاء حول موضوع التباعد الاجتماعي وأهميته، ويسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا للحديث عن ذلك الموضوع الدكتورة عايشة البسطي استشاري طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. دكتورة عايشة منورتنا وصبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور عبد الله وطاقم العمل جميعا مستمعينا الكرام، حياكم الله ويانا. البرنامج مشتاق لك دكتورة. إن شاء الله قريبا، إن شاء الله قريبا نرجع للبرنامج، وإن شاء الله الحلقات تكون أسرع وأسرع إن شاء الله. وطبعا تحية خاصة من طاقم العمل وعلى رأسهم مش يعني المبدع دائما مخرجنا أيمن سرحيل، وتحية خاصة مني لهم جميعا إن شاء الله، وإن شاء الله هي فترة وتعدي ونرجع أحسن حتى عن الفترة السابقة. نعم مستمعينا الأعزاء، طبعا تعرفون بأن دكتورة عايشة البسطي يعني كانت تقدم الحلقة معنا، ولكن بسبب يعني ظروف العمل وأهمية وجودها مع فريق العمل فحاليا متواجدة في مع فريق العمل، ويعني جزاها الله خير يقدمون العمل الخاص بموضوع الكورونا فيروس. دكتورة حديثنا معك اليوم عن موضوع التباعد الاجتماعي وأهميته في الوقاية من الكورونا فيروس، ونحن نعرف بأن موضوع التباعد الاجتماعي ما زالين اليوم دكتورة يعني مهم، ولابد أن الواحد يأخذ بالاعتبار هذا الموضوع. نتكلم معك دكتورة عن التباعد الاجتماعي، ماذا نحن نقصد عن موضوع التباعد الاجتماعي وعن أهميته أيضا من الناحية الاجتماعية، واليوم أصبح يعني مهم لكل شخص سواء يعني موجود في البيت أو موجود حتى خارج البيت. صحيح. من ناحية التباعد الاجتماعي من اسمه التباعد، يعني نكون مستعدين عن بعض، مب وايد متقاربين عن بعض،
ما بأن مبتعدين يعني كل واحد ما يشوف الثاني، ما بهذا هو القصد منه، بس التباعد أني أخلي فاصل بيني وبين الأشخاص الثانيين اللي يكونون وياي سواء في بيئة العمل أو سواء في البيت اللي موجودين وياي وساكنين في البيت. أتخيل أحط في بالي أنه كأن الشخص الثاني اللي موجود معي كأنه هو مصاب، أساس ما توصل من الإصابة ولا أن كأني أنا مصابة وأوصل له الإصابة. بالنسبة لي التباعد الاجتماعي له أهمية جدا كبيرة، يعني هذا بداية بالتعريف. ونحن يمكن الناس شوية من ناحية التباعد الاجتماعي، نحن الحمد لله يعني مجتمعنا مجتمع مترابط، يعني بتشوف الزيارات دائما الناس الحمد لله دائما مع بعض سواء في بيئة العمل أو حتى خارج بيئة العمل. بس طبعا له ضرورية ضرورة كبيرة خلال هذه الفترات بالنسبة للتباعد الاجتماعي. نعم، ايضا موضوع دكتورة موضوع يعني يختصر عن التباعد الاجتماعي على الزيارات واللقاءات المنزلية. نحن يعني تكلمنا كثير عن هذا الموضوع بالنسبة للزيارات، وانت تعرفين دكتورة مجتمع دولة الإمارات يعني سواء المواطنين وحتى يعني المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، هناك بعض السلوكيات وبعض العادات وبعض التقاليد بالأخص خلال شهر رمضان المبارك اللي بما يخص موضوع الزيارات. لو نتكلم عن هذا الجانب انه يعني كيف الواحد ياخذ احتياطاته وياخذ اجراءات الاحترازيه والوقائيه الخاصه بموضوع الزيارات في شهر رمضان المبارك. نرجع بالنسبه لنفس الموضوع اللي هو يعني نفس ما ذكرت استاذ عبد الله، بالنسبه لمجتمعنا سواء المواطنين او المقيمين، يعني الحمد لله يعني المجتمع وايد متقارب، وزيارات العائليه او الاجتماعيه وحتى في بيئه العمل يعني وخاصة في فترة رمضان، فبتشوف يمكن السنة تغير علينا الوضع تماما، يعني الزيارات يمكن ما بنفس الزيارات بس قبل نحن في فترة رمضان والحين العيد إن شاء الله كذلك يعني، فنحن تعودنا في هذه الفترة تكون زياراتنا أكثر تقريبا شبه يومية تكون الزيارات العائلية. بس خلال هذه الفترة يعني ننصح ونشدد على هذه النقطة، يعني التباعد الاجتماعي له دور كبير في انحسار هذا المرض وتقليله، خاصة يعني خلال هذه الفترة يعني نوقف الزيارات، يعني فترة إن شاء الله وبتعدي. الأشخاص اللي في نفس البيت يحاولون يتباعدون عن بعض، ما يكونون يعني بتشوف يمكن قعداتنا مرات بعد الفطور بعد الوجبة كلنا نتجمع مع بعض، بس نبتعد ما نكون بجنب بعض، على الأقل مترين بين كل شخص والثاني. يفضل إذا الشخص بيلبس ماسك على الأقل كوقاية لنفسه والغير كذلك. بالنسبة للزيارات العائلية ما ننصح فيها بتاتا، يعني ما تكون في زيارات عائلية خلال هذه الفترة، وخاصة للناس كبار السن، في عوائل وايد يكون عندهم كبار سن في البيت أو ناس تكون مصابة بأمراض مزمنة أو ناس على أدوية تقلل مناعتها أو ناس على أدوية كذلك، يعني أو يعني أطفال في البيت وخاصة اللي مصابين بالربو، فيفضل يعني ننصح بعدم زيارة هذه الأشخاص خلال هذه الفترة. الحمد لله الناس الحين متفهمة، فناخذ المسؤولية بعين الاعتبار. الزيارات خلال هذه الفترة لا تكون بتاتا، يعني بين العوائل نقدر نستخدم الأشياء الثانية، بنقول أن اشتقنا لفلان ما عرفنا عنه نبغي نتواصل وياه، في أشياء كثيرة نقدر نتواصل فيها ومنها بتحقق لنا التباعد الاجتماعي. برامج كثيرة بتبدأ تطلع الحين نقدر نستخدمها، نشوف الأشخاص وفي نفس الوقت نتكلم وياهم، وبهالطريقة نحقق هدفين: التباعد الاجتماعي، الوقاية من هذا المرض، وكذلك عدم إصابة الغير به. يعني الشخص مرض ما يكون ضامن نفسه إذا عنده هذا المرض أو لا، فليش أنقله لناس ثانيين؟ وصعب يعني شعور جدا صعب، ويمكن شفت الناس كثيرة تكون مصابة نقلته يعني إهمال بسيط، نقلته في زيارة معينة، نقلته لكبير سن أو نقلته الطفل أو لعائلة كبيرة، ويمكن القصص إحنا نسمعها كل يوم هذه القصص، فشعور جدا يعني صعب. وليش أنقله إذا أنا في يدي أني أوقف هذا المرض كذلك من الانتشار؟ ودور صحيح. المجتمع لا يقل ترى عن دورنا كطاقم طبي كامل، دور المجتمع ترى وايد كبير صح. خاصة في التباعد الاجتماعي. نعم. يعني فيها نحن نعرف أن هالشيء شوي صعب خلال هاي الفترة، وخاصة في رمضان يعني تعودنا يعني العائلة كلها تكون مع بعض.
وما نذكر فقط البيوت، نذكر فقط كذلك بيئة العمل أستاذ عبد الله. يعني حتى بيئة العمل المفروض نكون متباعدين فيها، ماخذين احتياطاتنا الكاملة فيها، مو بأني أنا في بيئة العمل يعني أنا خلاص الوضع ممتاز، لا، حتى في بيئة العمل المفروض يكون في تباعد اجتماعي. طلعت برا صرت أخذ لي أغراض، رحت أي مكان في تباعد اجتماعي. صحيح. ودكتورة نعم. تقريبا 200 في حدود 200 متر بيني وبين الشخص الثاني. صحيح. دكتورة ذكرتي أنت نقطة وايد مهمة الحقيقة، بأن يعني اليوم مفروض أن الكل يكون مسؤول، يعني أنا مسؤول عن نفسي وأنت دكتورة مسؤول عن نفسك، الكل مسؤول، لأن يعني الكل اليوم على علم وعلى تثقيف وعلى دراية عن الفيروس كورونا، وكيف يتم يعني العدوى، وكيف يتم انتشاره، وكيف الإجراءات الاحترازية والوقائية. فاليوم دورنا نحن بأن لابد أن ناخذ الإجراءات الوقائية الخاصة فينا نحن، يعني قبل أني أنا أطلع من البيت شو الإجراءات اللي مفروض أني أنا أسويها. ولابد أني أنا دائما أنصح مستمعين الأعزاء، ودكتورة أكيد أنت بعد أيضا تكلمتي في هذا الموضوع في أكثر من مرة، أن لابد أن الإنسان قبل لا يطلع من البيت وبالأخص في الفترة هاي لابد أنه يخطط. التخطيط مهم جدا. أنا وين ساير؟ هل أنا ساير لمكان معين أني أشتري أغراض غذائية؟ فمعناته أن لابد أن تكون أنا عندي ورقة ومخطط شو الأشياء اللي أشتريها، شو الأشياء اللي أحتاجها، أسير هذاك المكان أخذ أغراضي وأرجع. لأن اليوم أصبحت الأماكن هاي، سواء إذا ذكرنا موضوع الجمعيات، ما أصبحت مثل قبل أني أنا لازم أخذ راحتي وأطلع وأشيل أهلي وأشيل العيال وأسير وأستمتع في المكان وأرجع. اليوم أصبح يعني خروجي من البيت ضرورة جدا، يعني ضرورة أني أنا أطلع لحاجة ضرورية وأرجع. فدكتورة لو يعني نتكلم في هذا الجانب، يعني خروجنا نحن من المنزل لحاجة معينة، شو هي الإجراءات اللي مفروض أني أنا أسويها، ليس فقط من خروجنا من المنزل ولكن حتى بعد العودة، يعني شو الإجراءات اللي مفروض أني أنا أسويها قبل لا أدخل البيت؟ بالنسبة للخروج من المنزل، النقطة اللي ذكرتها أستاذ عبد الله جدا مهمة، وهي الواحد يحدد هدفه قبل ما يطلع، عشان ما أخذ راحتي وأقعد بالساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات. ترى وجودي خارج المنزل أو خارج المحيط الخارجي يخليني أتعرض للمرض أكثر، وانتقاله لي يكون أكثر. صحيح. وأني أنقله للناس اللي موجودين عندي في البيت كذلك أكثر. فبطريقة التخطيط قبل ما أطلع جدا مهمة، وأحط النقاط والأشياء اللي أباها أبأ أخذها أشتريها، أبأ أكمل هاي الشغلة، حدد لي الوقت أدخل أخذها وأطلع تماما. في أشياء معينة مثل ما نقول اشتريت لي أغراض، الأكياس اللي عندي عبارة ما خديت أغراض أول ما أدخل البيت، طبعا طبعا أكون لابس الماسك. كل شخص يعني حتى الصغار نعودهم يعني يلبسون. والنقطة المهمة، إذا بسير آخذ أغراض واحد بس يروح يسير من البيت. صحيح. مرات تشوف العائلة كلها طلعت، وخاصة في مرات يكونون أطفال معاهم، فليش أعرض العائلة كلها وأعرض الأطفال لهذا المرض؟ فشخص واحد يفضل أن يسير. أول ما يوصل البيت نفس الشيء، ملابس كلها يعني يغسلها، ياخذ الشاور كامل، يغسل ايده بالماء والصابون، الاكياس ما يدخلها داخل بيته، برا نخليها، نشل الاغراض، بس يوم نشل الاغراض نكون لابسين على الاقل نكون لابسين الجلافز او الجلافز اساس، واحنا نعقم او واحنا نغسل الاغراض نطلع الاغراض من الاكياس نغسلها قبل ما ندخلها داخل البيت، ونتخلص من الأكياس الزيادة ولا نحن ندخلها البيت. معظمنا يمكن تكون بيوتنا فيها مثل الحوي أو نقول مثل حديقة، في هالحالة أقدر برا أطلع الأغراض. النقطة الثانية، في حد يقول لك لا أنا عندي شقة أنا ساكن في غرفة لوحدي، أنا أخليها عند باب، يعني عند دخلة الشقة أو عند دخلة الغرفة، أطلع الأغراض أغسلها أعقمها كامل، وعقب أدخلها البيت، والأشياء الثانية أتخلص منها. وكذلك الاهتمام أني دائما أستخدم المعقم، دائما يعني على الأقل أحس أنه أو أني أول بول أعقم إيدي، أغسل يدي بالماء والصابون، أهتم بهذه الأشياء البسيطة. صحيح.
ايضا دكتورة، نحن دائما يعني نحب ان نذكر مستمعينا الاعزاء بان يعني الالتزام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه اصبح اليوم واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحله. وطبعا يعني سلامه المجتمع امانه لا يمكن الاستهانه به ابدا، فلا بد ان الشخص او الواحد يعني يدرك هذا الموضوع بعين الاعتبار، لانه ضروري جدا. ومثل ما ذكرتي دكتورة انت في البدايه، موضوع التباعد الاجتماعي اصبح مهم لين اليوم يعني، فلا بد ان الواحد ما يتهاون في هذا الموضوع. لو نتكلم دكتورة، نعم تفضلي دكتورة. ممكن اضيف هاي النقطة استاذ عبد الله كذلك. نعم. في اشياء وايدة تقدر تفتح الاشياء اونلاين، يعني اقدر اتسوق اونلاين او عن طريق يعني عن بعد. صحيح. بدال ما اني انا اسير اخذ الاغراض وارجع. يعني يقدر الواحد يستغل هذه الخدمة، بالعكس يعني وايد مفيدة. في اشياء معينة تعودنا نشتريها كذلك اونلاين. فالشخص اللي يوصل الأغراض نوصي أن يخلي الأغراض برا أساس يكون في تباعد بيننا وبينه. ومعظم الأشياء الحين نحن ندفعها بالكريدت كارد أو بالفيزا كارد، فيعني انتقال تعب يعني بخصوص الأموال، يعني أني أعطيه ويرجع لي الباقي هذا ابتداء تقريبا يكون من موجود أو قليل جدا، وهالشيء جدا مهم أساس ما تنتقل أي عدوى حتى بهذه الطريقة، خاصة أن الأموال صعبة لك كيف بتعقمها إلا إذا بخيت بمعقمات أو بطرق معينة أو استخدمت البيض. فنخليه خلي الأغراض برا وبعدين نصير ناخذها، وإذا اضطرنا أن يكون هو موجود نخلي مسافة بعيدة بيننا وبين الشخص اللي جايب الأغراض كذلك، ونكون لابسين الكمام ونلبس القفاز وإحنا ناخذ الأغراض من عنده. نعم صحيح دكتورة. أيضا اليوم يعني في وسائل التواصل الاجتماعي الكل يتكلم عن موضوع يعني تحت هذا العنوان: لا تكن أنت السبب في وصول الفيروس لمنزلك. وانت طرقتي دكتورة في البداية بأن ممكن يعني أنا أقول أن أنا مثلا تولهت على الوالدة أو على جدتي أو على خالتي أبغي أسير، ولكن للأسف أن ممكن يعني سيرتك أنت اللي عندها هي ممكن أنها تنقل لها العدوى. فشو تنصحين دكتورة بخصوص هذا الموضوع أو تحت هذا الشعار: لا تكن أنت السبب في وصول الفيروس لمنزلك؟ هذا جدا مهم، يعني خاصة احنا تعودنا في هذه الفترة زيارة كبار السن وخاصة اللي موجودين في العائلة، بس هذه الفترة نشدد فيها، خلال هالفترة ما نزورهم، وإذا كانوا ويانا في البيت نبتعد ما نكون وايد قراب منهم. نحن فينا طبع يمكن لازم نسلم عليهم ونحبهم على راسهم ونحضنهم بعد ونحضنهم على إيدهم ونحضنهم صح. فخلال هذه الفترة نوقف هذه العادة تماما، وإن شاء الله بنرجع لها بعدين، يعني ما بننساها بس كحماية لهم. الحين منظور الحب تغير، يعني صحيح. إذا أحب شخص قبل أو أعزه بصير بزوره بقعد وياه بحب، لكن الحين المنظور تماما تغير، يعني كل ما يكون الشخص مبتعد نعم معناته أني أنا أحبه وأعز الشخص هذا، أحبه وأعزه. في أشياء كثيرة أقدر وهم يستانسون عليها، ترى في برامج كثيرة بتبدأ تنزل الحين أقدر أتكلم وياهم صوت وصورة، يعني يشوفوني وأنا أشوفهم، وهم أبسط اللقاءات ترى يعني تأثر فيهم وكذلك تتأثر فينا، فأستخدم هذه التقنيات بدال ما أسير وأزورهم. ونقطة كذلك مهمة بالنسبة للأطفال اللي عندنا في البيت، أنت تلاحظ الأطفال أول ما تدخل الأم أو الأبو أول شيء بيركب وبيحضن. صحيح. فيعني الأطفال عندنا في يعني تعودوا على هذا النمط، خلال هالفترة ما أقولكم ما نحضنهم مول، بس قد ما نقدر نفهمهم أن خلال هالفترة نقلل الاحتضان قد ما نقدر. مرات للشخص نفسه ما يضمن أن يكون ناقل لهذا المرض لهذا الطفل كذلك، فنحاول قد ما نقدر ما نحضنهم، حتى لو حضناهم حتى لو نلبس واقي أو نقطي خشمنا يعني أساس، خاصة الأطفال اللي موجودين في البيت. الأطفال ترى يفهمون إذا فهمناهم ليش نحن ما نسوي هالشيء خلال هذه الفترة، هم أذكياء، يعني بتشوف الأطفال معظمهم عارفين كورونا وعارفين المرض. صحيح. فيوم بفهمهم بطريقة بسيطة حتى هم طريقة الاحتضان هذه بتقل ويمكن ما تكون هي. صحيح. فترة بسيطة إن شاء الله وبتنجلي، وبعدها بترد حياتنا أحسن حتى عن السابق.
صحيح. وفي دكتورة يعني تحدثتي انت في حلقة من الحلقات بأن لابد أن يكون هناك في نوع من الفهم للموضوع وأخذ الموضوع، بالأخص يعني وجودنا اليوم في البيت لابد أن نحن ناخذه بشكل إيجابي. وطبعا الأم والأب إذا ما كانوا موجودين مع العيال، موجودين رواحهم في البيت، أيضا لابد أن يأخذون الموضوع هذا بشكل إيجابي ويعرفون يعني ليش العيال اليوم ما يزورونا. وأيضا بالنسبة الأولاد لابد أن يعرفون مثلا اليوم ليش نحن ما نزور العيال. واليوم طبعا دكتور عاش في هناك كثير من الوسائل اللي ذكرتيها أنت يعني في حلقات سابقة، تكلمتي أنه مو بشرط أن اليوم أنا لازم أسير أزور الوالدة، في هناك يعني وسائل وبرامج يعني موجودة أنه ممكن نحن نتواصل، ممكن يعني أتصل بالأهل، ممكن حتى أتصل وتشوف الأهل. فهذا أيضا جانب من التواصل الاجتماعي اللي نحن نشجع فيه في الفترة هاي. فدكتورة شو تنصحين في هذا الموضوع؟ أنا بالنسبة للتباعد الاجتماعي ضرورة قصوى خلال هذه الفترة، أني أبتعد عنهم، أحس بالحزن أني مبتعدة عنهم فترة بسيطة، يعني أكيد ما بال يعني ما حد فرحان أنه مبتعد عن اللي حواليه وهالزيارات كلها، بس هذا أبسط بكثير من الشعور أني نقلت العدوى الناس وخاصة كبار السن، أو أني كنت سبب في نقل العدوى لهم، فهذا جدا مهم وضروري. وصدقوني يعني سواء كبار السن أو العوائل ترى تتفهم، مو بأنها ما تتفهم. صحيح. إذا أقنعيته بيتفهمون تماما. لحد يقولي وما فقط زيارات العائلية، مرات تكون تجمعات، يعني تجمعات المجالس، تجمعات في مكان، وفي تجمعات مثل بنصلي جماعة كلنا في مكان ويكونون أعداد كبيرة. يعني هذا سهولة نشر الفيروس لهذه الأعداد الكبيرة، فنتبع التباعد الاجتماعي، ونحن كلنا مسؤولين عن هذا الشيء، كل واحد مسؤول ترى، حتى الأطفال يوم تفهمهم يكونون مسؤولين ويأخذون بجدية الموضوع، لأنهم عارفين خطورته وعارفين كذلك الإيجابيات من هذا الشيء اللي قاعد يصير. فهي فترة إن شاء الله نفس ما قلت لك بس ما نحس بشعور الذنب أننا نقلنا لأشخاص ثانيين وزادت الأعداد عندنا، فناخذ الموضوع بمسؤولية كبيرة. صحيح. تخيلي دكتورة يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة، حديثنا دائما معك شيق دكتورة عايشة البسطي، بس أكيد إن شاء الله بتكون لنا يعني حلقات ثانية ومحاور أخرى معك. الدكتورة عايشة البسطي استشاري طب الأسرة بهيئة الصحة بدبي، تشرفنا اليوم سماع صوتك ووجودك معنا في الحلقة لهذا اليوم، إن شاء الله نشوفك على خير. شكرا دكتورة. إن شاء الله. شكرا أستاذ عبد الله، وشكرا لطاقم العمل والمستمعين. الله يبارك فيك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقة اليوم قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي بإيجاد مجتمع صحي وسعيد. ودائما نذكركم مستمعينا الأعزاء، الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أشكر فريق عملي المبدع اليوم في التنسيق والمتابعة والإخراج، المخرج المبدع أيمن سرحيل، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.